جمعية مار منصور فرع القلب الأقدس بزحلة رح نكون معنا اليوم بستوديو سيدة لميا قادري جحا رئيسة الجمعية وبير ديمتري صليبا المرشد الجمعية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. جمعية مار منصور طبعا يعني منعرفها كتير منيح بالاسم، بس على الأرض في كتير شغل عم بيصير وين ما كان بلبنان والهيئة عالميا كمان. تخبرنا شوي بير ديمتري عن الموضوع. يعني جمعية مار منصور تأسست حوالي سنة 1820 مع فريدريك أوزانام، هالشاب يلي كان عمره 20 سنة ويلي بلش حياته بالعطاء، وأكيد أخذ مرشد هالجمعية مار منصور هالقديس العظيم يلي كان كل شغله مع الفقراء. تأثر بمار منصور وأسس هالجمعية، وكان لنا الحظ بلبنان أنه سنة 1865 من أوائل الفروع يلي تأسست بالعالم. منحب نقول انه هالعدد الفروع بالعالم حوالي 60,000 فرع بيضموا مليون متطوع ب 150 دوله، يعني شغله مهمه انه نحن نبلش سنه 1865 ك يعني لما اسسها فريدريك اوزانام بال 1820 تقريبا نحن نكون بال 1865، هذه شغله كثير منيحه. وليش سنه 1865 تاسست بلبنان؟ بتعرفي نتيجه الاحداث الاليمه اللي صارت سنه 1860 بين المسيحيه والدروز، أسسوها الرهبان اليسوعية لأنه صار في كتير بهديك الوقت يتامى وفقراء وناس معطرين، شافت الرهبنة أنه لازم تأسس هالفرع، إضافة لمطران زحلة بوقتها وقتها تأسست بزحلة يعني مطران شهيات، وأسسوا هالفرع لحديث سنة 1920 بقيت الكنيسة عم بتديرها، لصار وقت أنه يكون في مسؤول علماني. فأول مسؤول علماني كان بالجمعية كان دكتور جحا سنة 1920، وكفت من وقتها، وهي على فكرة جمعية علمانية تحت غطاء الكنيسة ومستمرة لحديت هلأ. وبتعرف أنه الحاجة لهالجمعية عم بيزيد، يعني من 1860 للحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وهلأ الأحداث الأليمة اللي صارت بلبنان، بتعرف أنه الفقر بلبنان دايماً عم بيزيد والأوضاع عم ترجع دايماً لورا، ودائما يتعاظم دور هالجمعيه وغير جمعيات. على الحروب او مش حروب، اوضاع الاقتصاديه عم تكون كثير صعبه وين ما كان بالعالم، ودائما في حاجه لانه يكون يعني عم تنمد يد المساعده للخي بالمجتمع طبعا. مدام جحا، بالنسبه لك كرئيسه للجمعيه، اول شيء من هن المتطوعين الموجودين بالجمعيه؟ انتم ستات زحله على كل حال دائما عندكم نشاط كثير كبير ومشهود لكم فيه، بس لها كمان بالجمعيه في من كل الأعمار، وكأنه مركز لقاء هالجمعية. مظبوط. هلا أنا كرئيسة فرع لجمعية مار منصور بزحلة يعني عم نجرب قد ما فينا، أول شيء هذه أول مرة بكون سيدة رئيسة فرع، إن كان رئيسة جمعية بلبنان مدام إلا بيطار أو رئيسة فرع حدا، يعني ما كانوا قبل في نسوان بقى هلا مثل ما قلت رجعنا بجينا بقوه. وبعدين بزحله نحن صحيح قديمه كثير، الفرع قديمه كثير، بس ما كان عندنا لوكال لنا، كنا نجتمع بمطرانيه سيدة النجا. بقى هلا بال 2011 صار عندنا مركز خاص بالجمعيه، بتعرفي هالشيء بيساعد انه بتصيري فيك تطوري نشاطاتك، ويعني بتصيري اكيد يعني بتكبر الجمعيه اكثر وبتشتغل بطريقه مؤسساتيه اكثر يعني. وبلشنا هلا يعني عم نساعد، كنا قبل عم نساعد بحدود ال 200 150 200 عائله، هلا وصلنا لل 400 420، بامل انه نقدر نساعد اكثر. يعني نحن عندنا بحدود ال 819 عائله بحاجه، يعني عم نشتغل بالاولويه بامل انه نوصل نساعد الكل ان الله يرضى. بير صليبا، فاذا واضح انه الكنيسه بتشجع هالنوع من التطوع، هالنوع من العمل، نساء او رجال كبار او صغار. صحيح. الكنيسه بتساندهم. صح. هلا انت بتعرفي دائما الكنيسه والجمعيه بتنطلق من باك جراوند روحي. نعم. وانت بتعرفي مساعده الفقير، اول شيء نحن وقت بنساعد الفقير بقلنا القديس بولس، وقتها بتلتقى بالفقير بتكون عم تلتقى بيسوع المسيح، وهذا شيء ايجابي. يعني نحن وقتها بنشجع المتطوعين دائما بيسالونا العالم انه شو الله جبركم تتطوعوا وتحطوا من وقتكم ومصرياتكم وكل هالتفاصيل، انه شو جاييكم؟ بالواقع دائما جوابنا بيكون في عندنا ثلاث شغلات بتساعد. اول شيء عم نلتقى بيسوع المسيح بكل فقير بنشوفه. ثانيا بكره وقتها ربنا رح يديننا حسب الانجيل بيقول كنت جائعا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، تعوا على اليمين رثوا ملكوت الله. يعني نحن من هلا بكره وقتنا بنطلع على السماء اذا الله راد، كل هالمتطوعين اللي عم يعطوا من قلبهم اكيد دينوني صارت على الارض اذا بدك قبل ما يطلعوا على فوق.
ثالث شيء وقت الانسان بيشوف مصيبه غيره مثل ما بيقول مثل بتهون مصيبته صحيح. مش بس هيك بيصير يقدر شو الشيء اللي عنده. يعني انا وقت عم باكل حتى لو كان اكلي متواضع او عم بلبس بشوف انه غيري ما عم بياكل وما عم بيشرب وما عم بينام ما في سقف حتى فوق بيته بيقدر عطيه الله له. وهيدي الفكره الروحيه يلي مدام جحا. فاذا مثل ما عم بيقول بير صليبه بالنسبه لكم كمان عم تاخذوا مش بس عم تعطوا يعني اكيد صدقيني كثير يعني نحن عم نستفيد اكثر ما عم نفيد. هيدي يعني واحد ما بيصدق بس وقت يختبرها بحس مساعده لعدد كبير من العائلات عم تعدين لاكثر من 800 عائله هيدي بتكونوا ملتزمين فيهم يعني إيه نحن هلا عم نقدر نساعد 420 عائله او اشخاص يعني في ارامل في اولاد يعني حسب قدر المستطاع يعني قد ما قدرتنا بنساعدهم ان كان بحصص غذائيه بمنح مدرسيه اوقات اجار بيتهم اوقات يعني عده كيف قصص. بتمولوا كل هالشغل؟ بنمول من نشاطاتنا اول شيء اكيد المتبرعين. انا كمان هيدي فرصه لاشكرهم لانه من كل هالسنين لهلا يعني لو ما في ناس بتحب تعطي ما كنا قادرين نساعد. بنعمل عشاء واحد سنوي اليوم مسائب كمان اليوم عشانا بزحلة بكازينو عرابة جاي الفنان الكبير سامي كلارك وولاده ساندرا وسامي جونيور يحيوا الإيفنت. وعاملين الأحد قداس كمان إذا حدا بحب يشارك بمطرانية سيدة النجا بزحلة على 10:30 وجايين كل فروعة مرمنصور لبنان يحتفلوا معنا بال 150 سنة لعيد الفرع. بقى من نحن من موله من هيك اكثر شيء يعني عشاء بنعمل سنوي والمتبرعين يعني انا يعني هون ما فيني اقول لك قد ايه نساعد يعني ما في حدا من ببيته او شغله او هيك الا ما بيساعدنا مش بس مساعده ماليه يعني نحن بحاجه كمان لافكار جديده لنطور حالنا وبحاجه مثلا اوقات لصلاه لدعاوي بير صليبه بالنهايه يعني لو كنا عم نطلب لغيرنا بس هذا الطلب منه هين يعني كمان ويعني بيخلي هالتواضع اللي مطلوب بالنفس المسيحيه موجود صحيح. هلا اللي بيميز جمعيه مرمنصور عن غير جمعيات انه ما بتكتفي بالمساعده الماديه. هلا نحن بنساعد مرتين مره على الميلاد ومره على عيد الكبير ولكن خلال السنه شو بنعمل بهالفقراء بنتركهم؟ لا منروح منزورهم خلال السنه يمكن مرتين او ثلاثه مندق بابهم منشوف شو عم كيف عم بيعيشوا شو عندهم حاجات روحيه نفسيه يعني هل دور تو دور اذا بدك هالمساعده يعني مش بس بتقتصر على علبه غذاء او مساعده بقسط او بفاتوره دواء. وهذا الشيء اللي بيخلي الناس اوقات في ناس بيقولوا لنا صحيح مش جايبين لنا شيء معكم بس جايبين لنا هالبسمه. ودائما متطوعي مرمنصور مشهورين بهالشغل انه دائما الفرع على وجههم بالرغم من كل المقاسي يلي عم بيشوفوها ويلي يلي يلي عم بيتعاملوا معها يعني. ودائما يعني الحكي حلو وحديث بير صليبه مدمجحه كثير حلو وبيصلح لكل العصور ولكل الامكنه، ولكن هي الحقيقه بتحديد كمان بعلاقتكم مع هالاشخاص كانه بتصيروا عائله يعني. ما نحن بتعرفوا مشاكلهم لانه بتعرفوا صعوباتهم بتعرفوا يومياتهم. مزبوط بنعرف كل شخص باسمه شو عنده اولاد شو عنده مصاعب شو مارق هلا بظروف حتى يعني حرام اذا اجى حدا توفى بالعائله منكم حدا يعني على جميع الاصعده يعني مثل كيف انت فرد من عائلتك بتعيشي معه افراحه واطراحه هيك نحن بنصير. وهالشيء كمان يعني بيخلق كنا عم نحكي عن الطوباوي فريدريك اوزانا مؤسس الجمعيه هو كان حلمه انه يربط العالم بشبكه من المحبه وهيك صار لانه جمعيتنا موجوده صارت بكل العالم يعني. ودعوه كمان كنت شوي عم نحكي قبل الهوا دعوه للشباب انه يكون كمان عم بيكون موجود بهالنوع من النشاطات. مزبوط لانه اوقات في بعض الاشخاص بيفكروا انه الواحد ليعمل خير او ليفوت بجمعيه خيريه لازم يكون كبير. هلا صحيح الكبير عنده وقت اكثر يعني هيدا بس كمان الشباب عندهم يعني عندهم اندفاع عندهم افكار جديده وهيك مشان هيك نحن بنجرب نتواصل مع الشباب نعمل لهم افكار تجذبهم مثل هيدا البراسلي زحله فور ايفر هيدا عملناه مثلا للشبيبه بندخل مثلا وقت معهم اكسبوزيسيون ماراثون يعني لانه نحن كنا يعني بنفوت معهم بالاكتيفيتي اللي هن بتهمهم لنكون اقرب منهم. وبنرجع بنذكر لكن باليوم عشاء اليوم عشاء لجمع التبرعات ايه اكيد لجمع التبرعات بزحله ومع الفنان الكبير سامي كلارك وين؟ بكازينو عرابي وادي زحله.
وكمان كان نهار الاحد بتكونوا عم تحتفلوا بقداس الهي. صحيح، بالذكرى ال 150 بدار المطران بسيده النجا، ورح يشاركنا كل فروعه لبنان بهذا القداس وكل فعاليات زحله وكل المحسنين، حتى كل الفقراء يلي بنساعدهم نحن وجهنا لهم دعوه، وان شاء الله يقدروا يلبوا الدعوه تنكون عائله وحده عم نحتفل بالذبيحه الالهيه بمرور ذكرى 150 سنه لانطلاق فرع القلب الاقدس مار منصور بزحله. بزحله، اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم الف عافيه. ميرسي ميرسي. نحن بنتابع نحن وياكم مشاهدينا وبنشوف كمان شو عندنا اكثر من موعد بلبنان لليوم او لهالفتره. نوتردام دو باري من 10 ل 13 الشهر، جوني انترناشونال فيستيفال بلش ب 2 الشهر وبيستمر ل 15 الشهر، دبي فيستيفال ببلش او بيبدا اليوم 10 ل 12، واعياد بيروت ب 18 بيبدا هالشهر وبيستمر لغايه 6 اب بالبيال، واكيد مهرجانات الارز 1 و2 و7 و8 اب، مهرجانات الارز بترجع بعد غياب طويل.